مختلفة عن الجزء اللي فات وصعبة صعبة بصراحة. يعني رحاب المرة دي شحنة وطاقة وأمومة رسمي، يعني تعبتني في الآخر كمان قوي. يعني الجزء بتاع لما بتتخطف منها البيبي ده، لما الست بتتحط في الموقف ده، لا أنا تعبت قوي. احنا بنجري ورا بعض وعايزين نقرب والحب وبتاع، المرة دي لا، دلوقتي في خناقات وعلى الطفل والبيبي والجن الله محفظنا. يعني الأجواء دي أصلها كلها مختلفة، وفيها شوية من الخيال، وفيها شوية تحس إن هو ده بجد، هو اللي بيحصل ده فعلا، هو ده ممكن يحصل. فإن أنت تصدق اللي مكتوب على الورق وتطلعه، ده مش سهل بقى، علشان اللي المشاهد كمان يصدق.